لابد من أن يقرن، وهذه فائدة هامة جدا يجهلها أكثر الحجاج والعمار، وهي حينما يلبي بالعمرة ويقول لبيك اللهم بعمرة يجب، وهذا من مصلحته الدينية والدنيوية معا، يجب أن يقول اللهم نحل لي حيث حبستني، اللهم نحل لي مش محلي، نحل لي حيث حبستني. شو معنى هذا الكلام أولا، وما مغزاه وثمرته ثانيا؟ معناه اللهم محلي أي تحللي من عمرتي ومن إحرامي حيث حبستني بقضائك المبرم الذي لا مجال لي لرده. مثلا إنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، ممكن أن يعرض له مرض، يفاجأ بمرض فلا يستطيع أن يتابع عمرته، ممكن لا سمح الله تتعطل سيارته، تنكسر ايده او رجله، كل شيء هذا ممكن بحيث انه لا يستطيع ان يتابع عمرته. اذا لم ينوي هذه النية، اذا لم يقل اللهم محل لي حيث حبستني، هذا الذي نكل عن عمرته رغم انفه عليه ذبيحة، عليه هدي، وعليه عمرة من قابل ولو كان اعتمر عشرات العمرات، عليه وجوبا أن يعتمر بعد هذه الحادثة. أما إذا قال اللهم محل لي حيث حبستني، كأنه ما نوى العمرة وكأنه ما تحرك للعمرة، لأنه دعا الله عز وجل واشترط على فضل الله هذا الشرط، أنا في العمرة إلى حيث حبستني ومنعتني فأنا في حل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه يجب على كل معتمر وكل حاج أن يسجل هذه العبارة في ذاكرته ولا ينساها أبدا الدهر، لما يترتب من ورائها من ثمرة هامة جدا كما رأيتم. فإذا انطلق العمار بعد هذه التلبية لا يمشون إلا بعد أن يصلوا ركعتين، لكن يجب أن نعلم أن هاتين الركعتين ليست ركعتي الإحرام، وإنما هما لخصوص ذاك الميقات وفي ذاك المكان، أي وادي العقيق الذي هو أسفل من المسجد. الإحرام ليس له صلاة، لكن الذي وقع من الرسول عليه السلام أنه أحرم بعد صلاة الظهر، فإذا تيسر الإنسان أن يصلي الظهر هناك في المسجد مع الجماعة، أو ما تيسر له مع الجماعة لأنه مسافر فصلى الظهر وأحرم بالعمرة بعد الصلاة، فهذا جيد. أما أن يتقصد صلاة ركعتين بنية سنة الإحرام فليس للإحرام سنة خاصة، لكن هناك في ذاك المكان في ذي الحليفة، في وادي ذي الحليفة، يشرع ركعتان لخصوص المكان وليس لخصوص الإحرام، حيث جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاءني جبريل فقال إنك
في الوادي، في وادي مبارك وادي العقيق، فصلي ركعتين. أيضا هناك في ذي الحليفة بخاصة يسأل أن يصلي ركعتين لأنه وادي مبارك كما حدث به جبريل نبينا عليهما الصلاة والسلام. بعد ذلك ينطلقون ملبينا.